على بعد 20 كيلومترا من جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، توجد خربة زنوتة، تلك القرية الفلسطينية البسيطة التي شهدت حصارا عليها من قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي، وحرمانا من الماء والكهرباء منذ عام 2019. لم ينعم سكان خربة زنوتة 250 بالهدوء والاستقرار، فتم إجلاؤهم منها بسبب عنف المستوطنين الإسرائيليين ضدهم، ثم أعيدوا إليها لاحقاً بحكم من المحكمة العليا الإسرائيلية. زنوتة وكمان أنظريت هن القرى اللي هجرت بسبب عنف المستوطنين وعدم حماية الجيش والشرطة للمواطنين بعد الحرب على غزة، فتقدمنا بالتماس للمحكمة العليا ضد الجيش وضد الشرطة بعدم حماية الناس. فقبل شهر المحكمة أقرت بإرجاع سكان زنوتة وسكان أنظريت لقراهن. قرار المحكمة بعودتهم أدخل الفرحة على سكان القرية، إلى أن بعض بنود القرار جعلت فرحتهم غير مكتملة بعد أن حرمتهم من بناء منازل أو ترميم منازل ليجبروا على العيش في ظل ما تبقى لهم من جدران منازلهم. قدمنا للمحكمة الإسرائيلية، قدرنا بعد عدة جلسات نحصل على قرار بعودة السكان إلى بيوتهم وأراضيهم، إلا هذه الفرحة إلا أنها توجد هناك منغصات. القرار يفتقر انه احنا يعني الحكومه الاسرائيليه حكونا ما تبنوا بيوت، ما ترمم بيوت، مما طبعا البيوت والقريه جميعها مدمره بما في المدرسه والمجلس القروي والعياده الصحيه، مما اضطرنا للعوده والمعيشه في العراء. منظمات حقوقية كشفت النقاب عن أن أهداف المستوطنين في الضفة الغربية من تهجير الفلسطينيين في القرى البدوية الصغيرة هي تجميع مساحات شاسعة من الأراضي وإعادة تشكيل خريطة الأراضي المحتلة. قرار التهجير ثم العودة جعل سكان خربة زنوتة أكثر إصراراً على البقاء على أرضهم لإفشال مخططات المستوطنين أو سلطات الاحتلال لفرض أمر واقع جديد عليهم وعلى أرضهم.